الله وبركاته. معكم الاستاذ امين عبد الحسيب قدري. لو حد قاعد على جهاز الكمبيوتر بتاعك سواء في الشغل او في اي مكان ودخل على ملفات وانت عاوز تعرف هو دخل على ايه، يلا اوريك نعمل ازاي. نضغط على امر الرن اللي هو علامه الويندوز والار، هيظهر بالشكل ده. هندخل امر اسمه ريسنت، امر اسمه ريسنت اهوت، وهنعمل اوكي. وهنا ظهر اهوت قدامي الملفات اللي تم الدخول عليها، ادي ريسنت. وهنا طبعا اقدر ان انا اعملها تصنيف ان هي تظهر بالوقت او التاريخ بتاعها يوم ايه وساعه كام وقت الفتح بتاعها والكلام ده كله، تمام. طيب لو انت محتاج ان انت تحذف الملفات دي من عندك من على الجهاز، اهي حددتها. بعد كده هنضغط على ديليت من هنا كده، واعمل ايه امبلمنتي اللي هو ايه ديليت اللي هو الحذف من الايه الريسنت، لكن مش هحذف الملف نفسه، تمام. هحذف ايه من هنا. طبعا هنا لو عملنا ريسايكل يبقى هنقدر ان احنا ايه نسترجع كل اللي حصل تاني. اتمنى ازعاج حضراتكم الفيديو، ما تبخلش علينا بالاعجاب واشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. السلام عليكم.